دكتور إدموند في واشنطن، اقتربنا من 200 يوم على هذه الحرب، على هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي لا تتوقف في قطاع غزة وحتى في الضفة الغربية، ما بين محاولة الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه وما بين مساندة ودعم إسرائيل دائما، أين تقف الآن بعد مرور 200 يوم؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام. من الواضح أولا أن الإدارة الأمريكية تجد نفسها الآن في وضع صعب، فهي تواجه انتقادات داخلية من قبل تيارات حتى داخل الحزب الديمقراطي وعدد قليل حتى من الجمهوريين، وإن كانوا هؤلاء حتى الآن لا يزالوا يمثلوا أقلية في الكونغرس الأمريكي الذي لا يزال كما رأينا خلال التصويت الأخير على إرسال حوالي 26 مليار دولار لإسرائيل، وضمن الصفقة لإرسال مساعدات لأوكرانيا أيضا ولتايوان. ولكن في نفس الوقت الذي تواجه فيه الإدارة هذه الانتقادات، الإدارة أيضا تواجه ضغوط من أصدقاء إسرائيل، ولذا رأينا تمرير صفقة جديدة بمليارات الدولارات لإرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل. ولذلك الإدارة تحاول أن تبعث برسائل مختلطة إلى حد ما، من ناحية تقول أنها هي مهتمة بموضوع حقوق الإنسان، هناك انتهاكات يجب محاسبة من قام بهذه الانتهاكات، ولكن هذه الانتهاكات قديمة معظمها التي جرت، طبعا مؤخرا كان هناك بعض الانتهاكات الجديدة وهذا ما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام، وأيضا كان هناك لجنة تحقيق في وزارة الخارجية، هذه اللجنة التي تحدثت مثلا عن قتل عمر أسعد وهو مواطن فلسطيني أصول فلسطينية ولكنه أمريكي الجنسية، ويعني عمل بطريقة وحشية كرجل مسن أيضا، ولذلك فأن هذه القضية أثارت اهتمام أكثر لأن كان هناك أسئلة وضغوطات على الإدارة أنك أنت لا تحمي الأمريكيين المواطنين الأمريكيين، ويتم غض النظر عن التعامل طريقة التعامل مع المواطنين من أصول فلسطينية عندما يذهبوا أو يحاولوا زيارة أهاليهم أو غير ذلك في فلسطين، ولذلك فأن كان هناك أسئلة وضغوط. بالإضافة إلى ذلك كان هناك مذكرات أرسلت أيضا من الدبلوماسيين الأمريكيين الموجودين في إسرائيل الذين تحدثوا عن هذه القضية أيضا وقدموا معلومات إلى وزارة الخارجية، ولكن لفترة طويلة إلى حد ما وضعت الخارجية أو وزير الخارجية ربما وضع هذه القضية في الدرج، ولكن الآن تحت الضغوط التي تواجهها الإدارة رأينا هذا التحرك. من ناحية ثانية أيضا هناك انتهاكات واضحة تحدث عنها عدد أيضا من الدبلوماسيين الأمريكيين، وكان جوش بول وهو رئيس أو المسؤول عن القسم السياسي والعسكري في الوزارة الخارجية الذي استقال قبل حوالي 3 أو 4 أشهر من منصبه لأنه احتج على ما يجري في غزة وعلى الطريقة التي تتعامل فيها القوات الإسرائيلية مع الفلسطينيين، ولذلك فإننا بدأنا نرى، وهو أيضا ذكر في إحدى المقابلات التي أجراها بعد خروجه من الخارجية، قال بأنه كانت هناك انتهاكات، كان هناك عنف جنسي، كان هناك تعذيب، وهذه تقارير وصلت إلى الخارجية الأمريكية. ولذلك فأن الإدارة بسبب هذه الضغوط الداخلية، وهناك ضغوط خارجية أيضا متزايدة على الإدارة الأمريكية، وخلال الأيام الأخيرة الماضية رأينا أن الأوروبيين بدأوا يتبعوا الولايات المتحدة. طبعا هي هذه التحركات من ناحية هي طبعا خاصة هنا في الولايات المتحدة هي سابقة من نوعها، هي تاريخية، ولكنها لا تعني الكثير إلا إذا رأينا أن هناك تغيير في مواقف الإدارة الأمريكية. طيب سأتوقف عند نقطة أنها سابقة والأولى من نوعها.